بناء على توجيهات ولي العهد نائب القاضي العلاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تم التأكيد على استكمال مشروع تطوير سوق المنامة القديمة وفقا لأعلى المعايير والممارسات العالمية بغرض تلبية احتياجات رواد السوق والتجار. أكثر من 80 عاماً تجاوز عمر سوق المنامة القديمة بين التبادلات التجارية وبين أعداد لا تحصى من الزوار، فهو القلب النابض وشريان التسوق والاقتصاد عندما بدأ. كان لابد من مشروع يهدف إلى تطوير وتلبية احتياجات السوق والتجار الذين عبروا بالفعل عن حاجة السوق إلى مرافق ومقومات جاذبة للسياح. أشكر سمو الأمير الشيخ سلمان على وقوفه معنا لتطوير سوق المنامة والاهتمام، لأن هذه واجهة البحرين وتاريخ البحرين وحضارة البحرين. بعض الخدمات متوقفة عند نفس سوق المنامة في المواقف، سيارات مثل استراحات للزبائن، الحمامات للزبائن، وحتى السواح الخليجيين يعانون من الناحية، ولهذا ما يترددون لسوق المنامة. فالحين إن شاء الله مع مبادرة الشيخ سلمان تكون في لفتة كريمة على هالمشروع، إنه يصبح له جاذبية للشباب البحريني أول شيء والخليج، لأن كل سوق المنامة يحتاج لتطوير. نتمنى في التطوير الجديد إن شاء الله تزاح هذه التجاوزات من قبل العمالة الآسيوية، لأن العمالة الآسيوية أصبحت شنو؟ تأخذ الشارع بأكمله، يعني ممرات أصبحت هي محلات تجارية إليهم. ابتدينا تشكيل لجنة مع سعادة الوزير، وزير التجارة والصناعة، فبالعكس السوق له أيضا احتياجات كثيرة، وطبعا تناقشنا ويا الإخوان في اللجنة إن احتياجات مثل المرافق الصحية، مثل البركات، طبعا عندك مقاهي شعبية مثلا مطاعم شعبية على أساس تجذب السواح والزوار. يأتي تطوير سوق المنامة القديمة بالشراكة مع القطاع الخاص وفقا لتوجيهات سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من أجل تنشيط الحركة التجارية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني. أحب النشيد بقرار صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين وتوجيهاته لتطوير السوق القديم، هذا الموروث التاريخي اللي يعتبر مهم لجميع البحرينيين، ولا شك تطويره وجعله منطقة جذب سياحية مهم في هذه الفترة، وبيخدم تجار البحرين اللي هم أصلا طالبوا بهذا المشروع. سوق المنامة القديمة محطة للباحثين عن الأصالة والتراث والحياة الطبيعية البعيدة عن التكلف التي يجد بها المستهلك والمسافر ضالته، في وقت تتربع على جوانب أروقتها الضيقة المحال التجارية التي بنى أصحابها اقتصاد البحرين من غابر الزمان، وبين المقاهي الشعبية والمطاعم التي تقدم الأكلات بمختلف أنواعها. في الحقيقة هناك مشاهد متميزة تستحق فعلا الوقوف عندها. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.